السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في اختبار من المنصات اللي بتخليك تنظم شغلك مع زمايلك في العمل، فأنا ممكن أجي على بلانس وأقول له إن أنا عايز نيو بلان، أو أقول له نيو فولدر وأقول له مثلا دي الملفات بتاعة المعماري، يبدأ يعمل فولدر دي شغل المعماري، تقدر تعمل شغل بيلدينج زي ما أنت عايز. طيب أقول له نيو بلان، تختار من دروب بوكس او من البوكس او من الران درايف، وتبدأ ترفع الملفات اللي انت عايزها. هو في ميزة إن هو بيبدأ يفحص الملف دوت، لو أنت رفعته قبل كده بيبدأ يقول لك خلي بالك ده موجود قبل كده، لو الملف دوت ريفيجن أعلى فبيبدأ يجيب لك المقارنة بين الاتنين بحيث تختار أنت عايز أنهي واحد فيهم. يعني لو قلت له نيو بلان وقلت له سيلكت واخترت نفس الملف تاني، هو يبدأ يقارن ويشوف أنهي فيهم الإصدار الأخير، بحيث هو ده اللي انت هيبقى متاح الناس تبدأ تشتغل. هو بيعمل مقارنة ويتأكد إذا كان في ريفيجن تاني ولا هو نفس الملف، فلو نفس الملف يقول لك خلي بالك في كونفليكت في الإصدار دوت. وهتلاقي هنا فيرجن كنترول بيبدأ يجيب لك بقى ايه إذا كان في أي مشاكل أو في أي ملفات متعارضة مع بعض أو في هنا كده، فتقول له بقى أنا عايز أعمل مثلا اكسبند وريني الملفات ديت، طب أنا عايز أعمل إيديت مثلا تخلي ده ريفيجن مثلا هو ده الصح فتخلي ده مثلا اتنين مثلا، وهكذا فتقدر تعدل فيه الاسم في الريفيجن زي ما أنت عايز. طيب ممكن تيجي هنا هتلاقي ده بيقول لك ان هو هنا عارف الشيت ده، الشيت اللي موجود وده الشيت الجديد، ده الشيت الجديد ده اسمه كذا 3001، بينما الشيت دوت هو برضه نفس الاسم، فتبدأ تختار وتشوف انهي واحد فيهم الاحسن وانهي واحد فيهم اللي ينفع ان هو يتعمل له ابديت. تمام، ممكن مثلا تكتشف ان واحد فيهم محتاج ان هو يتعدل، فبتيجي هنا تقول له مثلا عايز اعمل سكان لنمبر او سكريبشن، او عايز اعمل ايديت ليه مثلا، تمام، وديسكريبشن تغير فيه، تمام، او تغير رقم الاصدار وهكذا. فزي ما انت شايف بيديك امكانيه ان انت تتحكم في اللوح، ولو في اصدارين مختلفين تبدا تقارن بينهم، مثلا الاثنين دول عايز تقارن بينهم فبتقول له انا عايز اعمل كومبير، فبيبدا يقارن لك بينهم وتشوف انهي فيهم الاحسن وانهي فيهم القديم، تقدر تنقلهم في فولدر لو انت حابب، تقدر تعمل edit number و description تتحكم في الروتيت، أو تعمل manage للتاج أو تعمل on delete.